مرحبا غوالي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب نور القناة. الله يسعدكم كلكم، رجعت في فيديو جديد ان شاء الله يعجب الجميع. اهم شيء واخيرا واخيرا صيفت الدنيا. اليوم الجو عن جد حلو، لانه الشتوية صراحة يعني احسها كأنه بطلت تروح، يعني عاجبها الوضع. فاليوم راح اعزل البراد بما انه دخلنا تعزيلات الصيف، راح اعزل البيت كله تقريبا قبل العيد وانظف كل شيء، بس تعرفين انت اول باول. فالبراد من الشغلات المهمه والاساسيه واللي لازم اضبطها صراحه. برادي كان قايم قاعد، ما عندي منظمات للبراد قبل، وبنفس الوقت راح اغير البراد كليا، راح اخليه يصير ما يشبه حاله خالص. وهذا اللون عجبني لما رحنا على المحل، يجوز شفتنه بالفيديو الماضي. راح اغير بيه البراد من برا، وبنفس الوقت من داخل البراد راح يصير شكل حلو غير شكل. طبعا انا فضيت البراد، خضرت البيزار والطاوله هاي تغص وتبلع مثل ما نقول احنا شويه. فما اعرف اول شيء راح اسويه، راح انظف البراد، بعدين ارتبه وارتب الخضره اللي بقلبه، واخر شيء نغير الديكور من برا واشوف شلون يطلع حلو ولا لا. ما اعرف هذا زلكزكت وراح اقدر اشيله ولا لا، هاي اول مره اجرب هيك شيء. راح اجرب زبط حلو حلو، مو حلو جوز اشيله. وبنفس الوقت البراد جوز حزرة، تقول لي رهف انه البراد يعني خليه على شكله القبل احسن. شوف ان هو عليه لزقات من قبل ومشخوط شوي، هذا يعني ما يروح صعب، فاريد اخليه يصير هيك موديل حلو. فشلون اليوم راح تشوفون شيء حلو بهذا الفيديو. هذن المنظمات يلي جبتن للبراد، هذن حسيتن احسن شيء، وبنفس الوقت عمليات يعني اقدر اغسلن اقدر انظفن ما يخربن. جبت منن تقريبا 10، راح اشوف اذا نقصني شيء على حسب الخضره اللي عندي وعلى حسب ما يسع البراد زاد. اول شيء راح نبلش ننظفه وبعدين نرتبه. والله يسعدكم يا رب، اتمنى منكم تحطوا لايك لهذا الفيديو واشتراك للقناه اذا مو مشتركين. خلونا نوصل القناه 150,000. والله يسعد كل اخ واخت مشترك وراح يشترك. طبعا انا فضيته بس ما فضيته كليا، ضل فيه كم شغله، والباب ضل لسه ما فضيت منه شيء. المشكله وين؟ ما ضل عندي مكان احط بيه. هاي الكولا عمر يحبها، مشان ما تسالوني ليش جايبين كل الكميه، عمر يحبها والمعمل مخلص، يعني هي اخر كميات قاعد يجيبونها، فقال راح اجيب منها طلت بما انه وقف المعمل تبعها، جايب منها كمية كبيرة لسا عبي طرد برا. البراد فضي صار خالص. يا بنات هذا البخاخ كثير كويس لهي الشغلات. راح اضيفه شوي وعيكم، اكون فضيت الباب الثاني. البراد لي شهرين ما عزلته، البراد مأنش حب معنى الكلمة. لا وتقول لي راح فريحي حالك تقعدي، طيب الوحدة بتقعد شهر شوفنا البيت شلون يصير، شلون إذا قعدت لها مثلا شهر كامل ما اشتغلت تصير خرابة، خرابة بمعنى الكلمة. الحز راح يطلع شي خيلة، لازم أفصل عن الكهرباء أول شي. سكرت الكاميرا، رحت جليت غراض البراد كاملات ورجعت، مشان ايش؟ مشان ينشفن ما ادخلن على البراد يكونن مرطبات. هذا زاد النقع حاجته الشغله يا بنات، بدها قاعده غير هيش مستحيل، شايفه؟ وانتي قاعده حتى الوسخ الفوق تشوفينه زبيب. طبعا مو هالوسخ، وسخ زياده، بس مع ذلك بده تنظيف.
تعرف ان اول الصيف هيك تحس ان الجو يتغير، البيت كل شيء يتغير، لازم راح احاول اجدد وانظف زين. حيلة وكانت عيلة على قولة امي، كانت كل ما تجي تشوفني اشتغل شغلة سواديني تقول لك حيلة وكانت عيلة. الله يطول بعمرها ويطول بعمر امهاتكم يا رب. وين الحز، لا حدا يقول لك حيلة ولا كانت عيلة، ما حدا يعبرنا بكلمة، يعني عمر يقول بس تعرف من الام غير. لازم ادق على امي اقولها يوم اليوم عزلت البراد. والله تقول لي اياها على التليفون على طول، قول عزلت البراد، ما في كلمه حلوه غير شكل. والله سواديني نيوشة عاد تقعد وترجع تنام. لو تعرفين ايش قد تغيرت علي الدنيا بعد ما جت البنيه، احس ما عاد الحق، والله ما عاد الحق شغل البيت والعشاء والدنيا، خصوصا تبكي كثير، يعني ما يهمنا الولاد العاقلين. الشغلة الحلوة انه برادي كبير الحمد لله، ما يصير عجقة، هاي شغلة كويسة. قبل كان عندي براد صغير، يا الله شقد كنت اتعذب من ناحية انه ما يسع غراض البيت، ومن ناحية انه وقت التنظيف احس تنظيفه صعب، بينما البراد يكون كبير احس تنظيفه سهل. هاي الزاوية نصفت حاجتها، هذا البخاخ قلت لك كان كثير كويس. خلصت تنظيف البراد صار لازم نفضل خضرة عاد وخلص، لأنه قرب يعني ها شوي ويصير وقت العشاء. راح أشوف راح يصير حلو ولا ما راح يصير حلو ومرتب، وإذا ما صار مرتب بنزعج يعني بعد كل هذا الشيء. راح أفضل خضرة والفواكه، لأنه الفواكه أنا كنت أخليها من قبل برا الحصايرة تخرب، يعني التفاح جايف وبرا جاي يخرب، مشان هيك راح أحطه بالبراد. بعد ما خلص الترتيب يا غوالي راح اغير شكل البراد من برا، راح اشوف اذا يطلع حلو ولا لا، واسوي لكم جوله بالبراد بعد ما اخلص خالص من برا ومن جوا. هذا شكل الورق، شايفين حلو وتقريبا مناسب بما انه المطبخ عندي ابيض واسود، فراح نجرب ونشوف. هي مهمه صعبه، راح اخلي عمر يساعدني بعد ما اخلص ارجع اشوفكم شلون صار. وهاي بعد ما خلصت البراد صراحة كنت ماشي لهم التعزيل، بس النتيجة عن جد راحة نفسية، يعني من تقولي قافلوا متنظفين احنا نحس براحة نفسية، انا احس براحة نفسية بس بعد ما اخلص راح اشوف شنو سويت. وهذا الغلاف اللي حطيت له اياه صراحة طلع حلو، وبنفس الوقت يعني حسيت جاب منظر للمطبخ زاد. والترتيب من ناحية الترتيب يعني حاولت احط كل شيء نحط البراد، وبنفس الوقت يعني خليه ململم ومرتب ومنظر حلو. بس لا عن جد المنظمات جاب المنظر البراد، وبنفس الوقت خذن يعني الفواكه هاي لو كل شيء بدي احطه بصحن واحطه بالبراد مستحيل يسع الكمية هاي، مستحيل، من سبع المستحيلات يعني. Bye.
عبالي انتهى الفيديو عن جد والله تعبت كثير، بس النتيجة رائعة. الله يسعدكم، اعطونا رايكم بالتعليقات ولا تنسون اللايك والتعليق على هذا الفيديو. لين نقولكم مع السلامة، نشوفكم على خير.